ريمونتادا جزائرية في الوقت القاتل. شباب الجزائر يصعدون إلى دور الثمانية من كاس العرب بعد أن كانوا خاسرين في شوط المباراة الأول 2-0 بأداء أقل من المستوى، ولكن في الشوط الثاني تبدلت الأحوال وريمونتادا جزائرية من الهزيمة والخروج برا البطولة 2-0 للتعادل 2-2. آيات عمر صراحة لعيب تقيل جدا جدا، والمفروض كان بدأ برضو عصام عون دجوي اللي جاب الهدف الثاني، هدف جميل وهجمة مرتدة بتعيد الجزائر لدور الثمانية والكاس العرب بعد خلاص ما كان فاضل دقيقتين، والجزائر يودع البطولة بأداء غير جيد. خلينا نقول الحقيقة، المنتخب النيجر لعب أفضل من منتخب الجزائر، ولكن الروح بتاعة لاعبي المنتخب الجزائري وتصميمهم على ان هم يصعدوا او يتعادلوا اقل حاجة وبالذات في الشوط الثاني قلب الموازين. مبروك لمنتخب الجزائر. على الجانب الاخر، مصر تكتسح موريتانيا وتتصدر المجموعة. مبروك لمصر والجزائر. يلا بينا نخش نتكلم جوه الحلقة، بس طبعا اللايكات عشان الحلقة تنتشر، عايزين نوصل الحلقة دي لعشر تلاف لايك بمناسبة صعود المنتخب الجزائري، ونصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقول لي رأيك في الكومنتات، ويلا بينا نتكلم عن المباراتين. يلا بينا. الجزائري في شوط المباراة الأول كان تائها، لا لعب ولا أداء ولا تركيز. منتخب النيجر كان الأفضل في كل شيء، إذا كان دفاعيا ولا هجوميا. منتخب الجزائر الشوط الأول مفيش ولا هجمة، مفيش تمركز صح، مفيش خطة، مفيش أي حاجة. أداء هزيل جدا جدا على عكس المتوقع. المنتخب الجزائري اللي قدم مباراة ولا أروع برضو رغم الهزيمة من مصر، اتغلب 1-0 وضيع كذا جول. وقلنا احمد ابن نادر السيد، احمد نادر السيد كان نجم اللقاء وضيع المنتخب الجزائري اكثر من انفراد. لكن في المباراة دي قدام النيجر كان الجزائري مش موجود، كان منتخب الجزائر ضايع تايه، مش موجودين، مش مركزين، الدفاع وحش، يعني الوسط وحش، الهجوم وحش، مفيش فرص ولا فرصة حقيقية المنتخب الجزائر. طلع الشوط الاول 2-0 للنيجر. النيجر اللي فوزها يصعدها على الجزائر. احنا قلنا امبارح الجزائر بتلعب فرصتين، هزيمه تعادل او فوز. النهارده في الشوط الاول خلاص انا قلت ايه ده الاداء الوحش ده، مش ده الجزائر، مش دي الروح. الشوط الثاني بدا بهدف في بعد ربع ساعة أو تلت ساعة، هدف عكسي أي نعم، بس الجزائر لعبوا التغييرات وآيات عمر نزل ودجوي اللي أحرز الهدف الثاني، وبرضو عصام بعون اللي أنا شايفه من أحسن اللعيبة المنتخب الجزائري هو آيات عمر في البطولة، قدر انه يجيب كرة بالعرض تخش الهدف الاول ليضغط المنتخب الجزائري فرصتين ثلاثة. التسرع كان سمة الجزائر كمان في الشوط الثاني. الجزائر اللي كانت لعبت كذا كرة بالعرض من اللعيبة اللي أننت فيها وشطتها كانت ممكن تحرز اهداف، ولكن مع الضغط برضو المنتخب النيجر صامد وحارس مرمى شال كذا كرة، وقلنا خلاص المباراة بتتصعب، فاضل 5 دقايق وطبعا ضايع. هل يعود المنتخب الجزائري؟ وبالفعل في الدقيقة 92 بهجمة مرتدة آيات عمر يلعبها ولا أروع لدجوي اللي استلمها وكان نفسي يبصيها لآيات عمر، كان لوحده خالص. الكرة دي لو ما كانتش دخلت جون كان الهجوم عليه هيبقى شديد، ولكن قرر انه يعتمد على نفسه ويشوط، تاخد ايد الحارس وهدف قاتل في الدقيقة 93 للمنتخب الجزائري يصعد به الى دور الثمانية من كاس العرب مع منتخب مصر اللي هنجيله دلوقتي. مبروك للمنتخب الجزائري، الروح اللي فرقت. اي نعم مفيش تكتيك، مفيش، كلها يعني شخصيات لعيبة، مهارة لعيبة. ايات عمر لما نزل قلب اللقاء، الدغوي لما نزل الناحية التانية قلب اللقاء، الدنيا كانت حلوة. الحمد لله المنتخب الجزائري قدر يفوز ويفرح انصار، ولكن علامات استفهام على أداء المدرب في الملعب وبصمته. هنيجي بقى لمنتخب مصر. منتخب مصر كان بيلعب موريتانيا. منتخب مصر كان طلع الشوط الأول 3-0. منتخب مصر تسيد اللقاء وفاز على موريتانيا 4-1. تألق لاعبي منتخب مصر، مصر بالعلامة الكاملة. مصر عملت المباراة الأولى قدام النيجر وفازت 2-0،
وكان مصر متحكمة في اللقاء قدام النيجر. جت لعبة الجزائر قدر يفوز على الجزائر 1-0 والجزائر ضيع زي ما قلنا. النهاردة كانت مباراة بموريتانيا وكان من المتوقع ان مصر تكسب موريتانيا لان مصر فعلا قوية في البطولة دي. لسه هنشوف دور الثمانية ملهاش كبير. قدر يفوز المنتخب المصري 4-1 ولعب لعيبة جديدة وريح لانه كده كده اول المجموعة. فانا بلعب عايز اجرب اكبر عدد من لعيبتي. منتخب مصر قدر انه يفوز 4-1 يعني قبل ما صور الفيديو كان 4-1 وكان فاضل فيه حاجات بسيطة. منتخب مصر كده في الصدارة. المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 4 أهداف. مصر والجزائر زي ما كنت مراهن عليهم من اول المجموعات، قلت ان مصر هتصعد هي والجزائر والماتش اللي ما بينهم هيحدد مين اول ومين تاني، وعايزين ان مصر والجزائر هما اللي يصعدوا، وعايزين برضو الروح تبقى كويسة للمنتخبين في مباراتهم مع بعض. والحمد لله المباراة عدت بكل روح رياضية. منتخب مصر قدم مباريات في المجموعة على اروع. المنتخب الجزائري قدر انه يصعد بس زي ما قلت علامات استفهام كتيرة، علامات استفهام على المدرب، علامات استفهام على الخطة، علامات استفهام مش ده المنتخب الجزائري، وبالذات في مباراة النهاردة. منتخب الجزائر كنت متوقع من امبارح ان الجزائر هيفوز وهيفوز مستريح لان الجزائر لعبت مباراة حلوة قدام مصر وقدرت تفوز على موريتانيا. النيجر اللي مصر كسبتها وتعادلت مع موريتانيا، فطبيعي يعني ان الجزائر بكل اريحية هتكسب النيجر وتصعد. لكن شفنا مباراة من النيجر صراحة كان افضل من المنتخب الجزائري. لو هنتكلم عن المباراة كلها 60-40، لكن يعني خبرة بعض اللعيبة في المنتخب الجزائري المحترفين، ايات عمر اللي في بايرن ميونخ وبيلعب عصام لعيب برضو كبير ولعيبة بتلعب في اندية كبيرة، قدروا يقلبوا النتيجة من 2-0 الشوط الاول ل2-2 الشوط الثاني عشان المنتخب الجزائري يفرح جمهوره اللي كانوا بين الشوطين على كل الصفحات زعلان ومتضايق ايه اللي احنا بنعمله ده. المنتخب النيجر افضل مننا بمراحل وفوز مستحق 2-0 للنيجر، لكن صراحة الشوط الثاني الجزائر ركزت اخر تلت ساعة اكتر مع التغييرات، كان ممكن يحرزوا اكثر من هدف، ولكن بعض انانية اللعيبة اللي قرارات دايما بتبقى غلط، اللي تتشاط المفروض تتباظة واللي تتباظة كانوا بيشوطوها في كور كتيرة لو اتباصت بالعرض كان ممكن يحرز هدف ولا اتنين. النهاردة بعد الانانية وبعده تألق حارس مرمى منتخب النيجر، المنتخب الجزائري بالروح بالعزيمة بالإصرار يفوزوا فرحة هستيرية طبعا للاعبي المنتخب الجزائري لان هم كانوا مصممين وعايزين يصعدوا لان النتيجة 2-1 برا البطولة، وفجأة في الدقيقة 93 جوه البطولة. نتمنى بقى في المباريات اللي جاية نشوف اداء من الجزائر كويس لان المباراة هتبقى صعبة في دور الثمانية. مبروك لمنتخب مصر وكل الجماهير المصرية، مبروك للمنتخب الجزائري وكل الجماهير الجزائرية. كده بنكون هنا الحلقة. قولي رأيك في الكومنتات، بحبكم في الله وانتظرونا في دور الثمانية. سلام.